نشكركم كاع على المجهودات اللي بديتوها معنا، والحمد لله، وتحيه الرئيس تاعنا، وتحيه عمي تبون. انا ما نقولش عمي تبون، انا نقول بابا. هذا راه حنا، هذا ضعنا. الحمد لله وبارك الله فيكم. السلام عليكم. كيفكم مثل الاول، حنا صراحه المشكل هذا تاع الخطا هذا الاداري اللي صرا في البلديه بن تامو، صرا جانا كفاجئه علينا. حنا كحجاج كنا تاكلين، درنا الاجراءات الكل، قالنا فرد حاج مازال ما خلصش، هو الزوجة تاعو. كنا تسمى وجدنا امور تاعنا، حتى تفاجئنا بهذا الامر هذا تاع الاقصاء ومن هنا. والتوصيل تاع البلديه اللي كان يقول الاخر، التوصيل تاعو كان غير سليم، كان سيء علينا بزاف، وكانت فاجئه علينا وقتلنا. ما كنا حتى حاجه اللي تعاوننا ولا حاجه. جات من عند الناس، ثم قال الناس عاونونا، درت فيديو تاع اليوتيوب وهنا بدا يمشي من حتى بدا كيوصل للرئيس الجمهوريه. كيوصل للرئيس الجمهوريه استعانا المستشار تاعو، استقبلنا احسن استقبال، اول مره نشوف استقبال في حياتي هذا. حسيت روحي مانيش عارف، حتى كما بدو نشكر راح نروح فرحان. فالبينا كثر خير وكثر خير وكثر خير وبارك الله فيه، رجع فينا الروح، عاود حيانا، بارك الله فيه. ومن المنبر هذا باش نقول خويا ما شاء الله، ما مكنتش ما كاش الصفه اللي نوصفها. حسيته كانه بابا، ماهوش رئيس تاعي ولا شغل خيشت الاب مع وليده، حسيته بابا والله، حسيته بابا والله. كان صرا خطا اداري، كان صرا خطا اداري، وتم معاقبه الموظفين اللي كانوا، كاين زوج، كاين واحد رئيس مكتب وواحد موظف في المصلحه، وكنا عاقبناهم. ورئيس الجمهوريه نشكره شكر جزيل، شكر رئيس الجمهوريه على الباسبورات اللي كان مدهم لهم، ونشكر السيد الوالي، السيد رئيس الدائره، السيد حطوم على المجهودات اللي قاموا بها. وان شاء الله ربي يقول لهم مبروك عليكم، وان شاء الله ربي يوفق، ان شاء الله ربي يتقبل منهم ان شاء الله.